عندما السلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدنيا، كراهية، كراهية الناس. هذا قلب يحب الناس ويتسع لهم، وهذا قلب يبغض الناس ويكرههم ويحقد عليهم، هذا قلب يتواضع للناس ويقول أنا أقل الناس، أنا أي واحد أحسن مني، والآخر يظن أنه هو ليس أحد فوقه. هذا هو الكبر الذي يعتبر أول معصية وقعت في هذا العالم، الكبر، معصية الكبر، كبر إبليس، أبى واستكبر، قال أنا خير منه. هذه هي، إنما أدوكم قلب صافي، قلب سليم نقي خاشع. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قلب رحيم يرحم الإنسان ويرحم الحيوان ويرحم الضعفاء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.